السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بالفم أوفوي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون عبارة على لي زاستيس اللي كيما كنستافد منها أنا كنحاول نبارطاجيها معكم باش تستافدوا حتى نتوما. نبقاو مع أول أستيس اللي هما لي زيس باطغي البويض، فراكم عارفين إن فوا كنلبسوهم كي يتوسخوا. فلاسوس اللي كندير كناخد واحد البانيو ديال الماء، تندير فيه معلقة كبيرة ديال البيكربونات، الباكي الخضرة اللي كتباع في لافارماسي، كنضيف لها معلقة كبيرة ديال الخل. كما شفتوا المواد بزوج تيتفاعلوا، وكنضيف معلقة كبيرة ديال أي مسحوق كتصبنوا به. قبل ما نبدا نوريكم ليطا ديال السبرديله كيف دايره. صراحه مشيت بها في الغيس، يعني في العروبيه، ولا تحلت حاله. وهكذا كنديرها في هذاك الماء. الا كان عندكم الوقت فخليوها مرقده اما واحد ساعتين ديال الوقت، سينو خدوا لابغوص ديال التصبين وحكوها. انا شحال هادي كنت كنحيد السيوره كنرقدهم في جافيل، كنحيد هذاك الفراش الدخلاني، وعاد باش كنصبن سبرديله كانت كتجيني العمليه طويله وكنعكز. بالنسبه للبنات اللي كيصبنوها في لا ماشينا لافي، صراحه لا ماشينا لافي كتخرج لي زيسبادغي، غي هو مع المدة كتخسر لكم لا ماشين، يعني ردوا البال لهاد القضية هادي. فكن كما شفتوا كنصبنوها وكنشمشوها، وهذه هي النتيجة. أنا وريتها لكم هكذا في الضو باش تبان لكم. دابا غادي نمشيو لاسيوس الثانية اللي هما الكاسرونات، والناس اللي عندهم هاد النوع ديال الكاسرونات غادي يعرفوني علاش كنهضر، لان فريمون ان فوا كطيبو فيهم مره وحده تيتوسخوا. فلاسيوس اللي كندير كناخد بيكربونات معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الخل، والاختلاف اللي غادي يكون هو صابون البلدي حتى كنحصلوا على واحد العجين. بيكربونات صراحة ديما عندي دايرها في قرعة ودايرها في الكوزينة، وضروري من جيكس الحلفة اللي كنحكو بها الماعن. من الأحسن الكاسرونات يكونوا ناشفين باش تأبليكيو عليهم الخليط. هنا أنا غادي نتحول الضو باش غادي نوريكم مزيان. سيرتو هذيك لا تراس ديال البوطه ديما كتكون لينا في الماعن. فهنا غادي نحكو ضروري من الحكانه البنات، لان يكذب عليكم الكذاب يقول لكم غادي ديروا الوصفه غادي تابليكيوها وغادي يخرجوا لكم الماعن تيشالوا. هاد الوصفات تيعاونونا باش يخرجوا لينا الماعنات، وما كنديروش واحد ليفور كبير، يعني كيكون واحد ليفور قليل، يعني ضروري ما غادي تحكو شويه. ومن الاحسن خليو الخلطه واحد ربع ساعه وغسلوهم بالمسحوق العادي باش يتحيد منهم هذاك صابون البلدي. فوالا، وها هما معنات نقيين. ديروا هاد الوصفه اوموا مره في السمانه باش يبقاو لكم ديما نقيين. كنابليكيها على البراد، على الكوكوط، يعني اي حاجه هكذا كتوسخ. ومن الاحسن انكم تمسحوهم من الماء وتخليوهم في الشمس، كتكون نتيجه زوينه. وغادي نمشيو لاسيوس الثالثه ديال السيكان. دابا انا بغيت نخرج ولقيت هاد الساك شويه غامل، فبامال دو فوا شاركت معكم الوصفات اللي كندير السيكان باش كنحافظ عليهم. ومن بين الوصفات اللي هو كريم بريمي، اي كريم فات عليه الحل، يعني الوقت ديالو، فما تلوحيش خليه بحال هكذا. مسحي به السيكان فريمون تيخرجهم تيشعلو وكيحافظ على هذاك الجلد. كذلك كنت شاركت معكم مره اخرى الزيت، هو الزيت حتى هو زوين، غير هو الزيت كتبغوا تمسحوهم وتحطوهم ينشفوا. دونك ملي كتكونوا هكذا زربانين، فمن الاحسن كريم ايدغاتونت. ونمشيو للوصفه الاخيره ديالنا اللي هما السيلو.
السيلو في الطلامط راه ضروري الوليدات الصغار كيديروا لينا لي بيتيز، وهاد القضيه هادي ما كنتش عارفاها، يلا جربتها وشاركتها معاكم. هو تاخدوا الدونتيفريس يعني معجون الاسنان، ومن الاحسن يكون في اللون الابيض باش هكذا ما يلونش لكم التوب. غاد تاخدوا واحد البروسا دون، تفزقوا هذيك المنطقه اللي فيها السيلو، وغادي تحاولوا تحكوا غير بشويه هكذا. شفتوا بدا كينقص شويه، ومازال من الاحسن ما تخليوش يقدام، يعني اف يديروا لي بيتيز مسحوا هذيك الساعه، سينو ديروا دي سولفون، خذوا واحد الكوتانتيج ومسحوا هذيك البلاصه اللي فيها السيلو. وهاد لاستيس ممكن لكم تابليكيوها حتى على لي فوتوي. فوالا هنا وصلت لنهاية ديال الفيديو، نتلقاو في فيديو جديدة ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.